وصلنا على الفنان من دور الأولي دولار وفي المقابل بقية الزميات بعدها شغلهم بسيط ممكن يشغلهم في الأمر جولدر إن شاء الله. أنت تقول لي إن أنا أعرف هو المفروض. طب بص على الكود اللي قدامنا على الشاشة. ريفيجن عبارة عن أديشن عبارة عن موديفيكيشن. هل لازم يحصل سبوت زون ولا لا؟ سبوتز عضلة. هل الاديشن لازم تنتظر الريفيجن وهل الموديفيكيشن لازم تنتظر؟ ليه الاديشن لازم تنتظر؟ يعني لازم انت تقول الاوتبوت بتاع الريفيجن هو ده الانبوت للاديشن فالاديشن لازم تنتظر. طيب الموديفيكيشن لازم تنتظر. فالموديفيكيشن ده زي ما انا قلت انت حاجه جاهزه ومفيش ما يدعوكي ان انت تنتظري ساعه ولا ربع ساعه ولا اي كان وقت تنتظر بيه عمال مطر يبقى رخام. فبالتالي المنطق اللي بتقولهولي في حياتنا العاديه في مثل هذه الحاله ما بخليش الشخص التاني ان هو ينتظر طبعا كده ما بخليش تعب خالص. نفس الشيء هنا ليه هنخلي الكونفيجن منتظر؟ لان لحد النهارده كان تفكيرنا عمل بروسيسورز اشتغل بالترتيب ما غيرش الترتيب بس ده مش لازم في الحياة مغيرة. بنشوف في الحياة مين قطاعة الانتظار الاجتماعية ده؟ ورقه جاهز واقدر اخلصه؟ بخلصه. واللي ورقه متوقف ان في شغل كتير بس بيتم منه وبيتم منه شغل منتظرين ما بيعطلش الباقي. فكونها هي منتظرة لمدة ربع ساعة معانا على ما الورق بتاعها يجي مش هنعطل علشانها بقية الناس. نفس الفكرة في الموضوع ده النهارده. ان الموتيفيشن دي ليس ان لازم ان تتوقف لحد ما الاذان خلص، انما ممكن تخليها تخلص قبل الاديشن وقبل الاديشن. طيب يبقى بعد كده احنا هنبتدي نبص بقى على الاكسكيوشن. التنفيذ ممكن ما يبقاش سيكونس، ما يبقاش الترتيب الاصلي بتاع البرنامج. وانما يبقى يغير الترتيب الاصلي بتاع البرنامج. الميزه بتاعتي نفس الميزه اللي شفتوها كبشر مفيش مانع ان احنا نتعطل. طب هي كده كده ورقها لسه هيتاخر. هعطل الباقي ليه؟ يبقى لو عملنا كده هنقلل العطل reduces stops. لما نعمل الفكره دي هنحسن كفاءه العمل في المكان. المواصل اللي قاعد هنا عند الشباك وهي منتظره الورق بتاعها كده مين؟ وانا قاعد حاطط ايدي على خدي منتظر انا كمان وانتوا واقفين في الطابور منتظرين شوف انت لما هيعمل كلنا قاعدين مستنيين لحد ما الورق يجي. ده احسن ولا حضرتك فاضي لو حصلت الورق هيجي وانتوا هتخلصوا انا بشتغل وانتوا بتشتغلوا خلاص. فاليوتيلايزيشن كفاءه الاستخدام بتاع الفانكشن يونتس اللي عندنا اعلى لو ابتدينا نشتغل على طول. وبالتالي امبروف اليوتيلايزيشن اوف فانكشن يونتس. الحاجة الأخيرة لو أنت بتقدر إن أنا أشغل الأبلكيشن يشتغل مع الريزنت مع الريفيجن وممكن إن أنا يبقى عندي حاجات كتيرة أشتغلها على الريزنت أثناء ما الورق بتاعها بيخلص فوق أنا بعمل حاجة تانية هنخلص كلنا أصلا بدل كلنا نفضل معطلين. فإن أنا أشتغل على الريزنت ده هيساعد إن البرنامج كله يخلص. بس أنا كان في حاجة تانية شفناها في المحاضرة الثانية ان انا الاكسبشنز لو حد قال لي وقت الفيلك سيب البرنامج ان شاء الله روح نفذ برنامج اخر بينفذ غرض معين ولما تخلصوا ارجع استلم الشغل اللي انت فيه. الاكسبشنز دي ساعتها عرفت ما يسمى بريسايز اكسبشن وقلنا ان معناه ان الترتيب الاصلي بتاع البرنامج لو كان حصل فيه الاكسبشن في مكان ما يبقى المفروض ان الانستركشنز السابقه على مكان الاكسبشن تكون كلها اتنفذت. الانستركشنز اللي هتقع على مكان الاكسبشن لا تؤثر في الحاله بتاعت البروسيسور لان انا المفروض ان دي بسيطه على مكان الاكسبشن مش شفتهاش لما الاكسبشن حصل في النص. فحتى انت لما بتبتدي تشتغل اوت اوف اوردر كده تمام يعني بعد الترتيب لنفسك او تشتغل اوت اوف ده اللي ممكن يؤدي الى ان هو يكون في نوع من الاكسبشن دي مكان بس يكون فيه اكسبشن لا تقع تشتغل.
انما لو انا كنت شغال في الاوبن زي ما برامج التعقيم السنه اللي فاتت انستراكشن ويخلص جالي انتربت يقول لي الانستراكشنز اللي بعد كده اصلا انا لا اشوف فيها ولا اقفل عندي ولا افكر فيها ولا اعرف فيها كل الانستراكشنز اللي قبل كده بالفعل خلصت التعقيم اتغير كتير مع بعض يعني البروسيسور بتاع الطلبات المتبعية الماضي كان التعامل مع الانتربس فيه يسير لما يجي انتربت انا بتاكد كل اللي عليها خلص كل اللي عليها لسه ما حصلش يعني لما اتنين دخلوا بايبلاينز ومالتيبل بايبلاينز وكمان لما طلعنا اتنين نقول هنشتغل اوت اوف اوردر ده ممكن حاجات تبقى لا ثقة نكون عمال بشتغل فيها ممكن اكون خلصت شغلها كمان واضطر ان انا اطلع البرنامج واروح مكان تاني اربع فقدر الامكان رغم كل اللي احنا بنعمله النهارده لازم نوحي ان انا كاني شغال بالترتيب الاصلي بتاع البرنامج ولو حصل اكسبشن الحاجات السابقه هتنفذ كلها هتخلص الحاجات اللي لاحقه لا تؤثر في هذا البرنامج ولما اخلص الانتر سيرفيس اللي انا هنفذها دي ارجع استخدم البرنامج من حيث رايح فالاكسبشنز عاوزينها تبقى بريسايز كده طيب عشان نركز الكلام ده تعالوا بص الموضوع عنده ايه في الحياه انا كموظف من الشباك كان عندي مجموعه البرامج دي فنظرت عليها وقلت والله دي ورقه هتاخد له ربع ساعه استنى حضرتك معانا بالظبط خلصوني انت على طول قالت لي 100 دولار اتفضلي حضرتك قالت لي 50 جنيه شكرا قالت لي 20 جنيه شكرا فلو انا كنت فاضل ابص عليهم واعرف احتياجاتهم ايه هقرر اذا كنت اقدر اشغلهم او اوردر ولا لا الحكايه دي ممكنه لان انا عندي مكان انتظار او طابور الناس واقفه فيه قدام الشباك واقدر اعرف فين هم طلباتهم ايه او لو انا كنت مثلا في بنك زي البنك الامريكي في الكليه في العملاء بيدخلوا بياخدوا رقم وبيبقى معروف ده رقم عشان هيعمل سحب ده هيعمل لا كذا عندي فكره نوع العمليه اللي هتتم ايه وهو مين الترتيب بتاعهم وبالتالي اقدر في اناديهم على حسب نوع العمليه اللي انا هعملوها او تقول نفس الفكره دي عايزين نطبقها من هنا يبقى عشان نطبقها من هنا لازم برضه يكون عندي مكان الطابور ده مكان ده بعد الانتظار دي اللي بيكون يبص فيه على الانستركشنز المكان ده بالنسبه للشغل بتاعنا في ناس سميته instruction buffer أخزن instructions يكون عندي باد بروسيسور هعمل فاتشنج من الميموري إلى إيه؟ الفاتشنج من الميموري إلى إيه ده؟ في ناس سميته dispatch فبيعملوا dispatching من الميموري in order يكون instructions بالترتيب من الميموري إلى هذا البافر ثم الديكودر بينظر له في البفر ده وبيبدا بيعمل اللي يسموه ايشيو بيبدا في الاكسكيوشن يبدا التشغيل للدرايفر اللي انا جيت اجهزها وفي ثلاث الفاظ موجودين في الشاشه اللي قصادنا استراكشر بفر ديسباتش وايشيو استراكشر بفر ده المخزن ديسباتش احضارها من الميموري هي الاستراكشر بفر بالترتيب ترتيب وجودهم في الميموري ثم ايشيو هي بدء تشغيلهم بالترتيب المناسب على حسب العمليه الاختيار بتاعتها ايه. خلاص الاسماء دي مش هي الاسماء اللي جوه كل في ناس بدل ما تسميها instruction buffer تسميها instruction window. في ناس بدل ما تسميها dispatch تسميها fetching from memory. في ناس بدل ما تسميها issue تسميها start او execution. الاسباب ما تجيش في حاجه المهم المعنى المعنى ان احنا عندنا مكان ننظر فيه على الانستركشنز الانستركشنز دي تاتي من الميموري الى هذا المكان بالترتيب ثم بنشغله بناء على الاحتياجات الفعليه بتاعتي اتفضل لا الترتيب الاصلي بتاع الميموري بيجوا من الميموري الى هذا الوصف الترتيب الاصلي بتاع ثم هم هنا في البفر ده الديكودر بقى بيكتشف هو انت محتاج جزء محتاج جزء محتاج جزء اللي فيه جاهز هي بتاعته جاهزه والموضوع بتاعه جاهز زي ما
работа, кога не штава, а откуда кој по публичен име, одида таму гајц. Мама шата. Елена Тришен, едина таму гајц, во индивижен, и ја мајен шага на обучава во Дубај. Имам една на мене гузин и клиент. Гузин се диспеч, една на еги, дисфакшен, спин, мемори, и на дисфакшен бак. Ја мајен и тен ен одер, мен е мемори, и на дисфакшен бак. Па бом фратна, за едно проблем на мене да фана, колко да, преди ги на, омтеја на харадик мен. Во Хадратик е изтрочен и гиден, и сега една, и на трябък, а си и на трябък. Имам я малък и Бог Бог. Да, Бог Бог Мария. Бог не мрия. И на ти хай, Бог 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 Мария, ме и факт, че да нам кърчим зиеда на него. Да знам те ви хайда, упив, е кърчиме, роля Бог Бог. И на ме, Палава не Бог Бог. Нали се мишла ние, мумкин аз мах, и не бе че ти ги какво трябва в Бог. Продолговорно е лопер, а ние не ще ги идват. Бодър би даме да курва лава ги от лопер, и ще е хайде една, за мен да не гъде бюро ти хайде, не те курва от мен. Е не Бог бръса Бог. Бодър би хайде те и Бодър, и Лубият, и Шушкина. Хайде това, че ги сме, и Бодър е от мен. Е Бог не са към мен. Лава е мен, а това мен и на Бог по Да не се питали, и уфат Бог е на обрета. Момента ме посомне, е добро разбрата и Исуса. Обедосомне, отечене, обедосомне, е ликуда, е на прави и така. Мрави и сура, е там ги отечени, къде ме мори, и е добро. Прави хакен е добро да ви, омрави сура, е ликуда, е нова, янзо, бейм, и клича, дърво, Kali je uslovo da nijem što to vode, da nema jedno što je. Da vam nema pravi da zavrti što me to vode, gleda, ako je bol sam, koja ti nesu ako vode da se jaka, da nema li bedeka da pola od vas da zavrti, a na vijek tu uslovo, pa vas sam se kira u gledanje, pa im ti moza prvo da le, aj go, pa ga li ti pipi se ne gira ovo ti, hodos. Ubijete hede, ubi hodos, pole, tu li da razaj. Jepa. Le, da je nehatela na tiro kada za vas vidite, bajte što je pana do peri, uvori sam po posu. Da je, te pokladu, levajem u tajni, ti kudar serija, moza u serija, še mašir, i hodos suvarite, uvora milo, kada je zavate se, to je drugi pol. I fejde, da? Reči je, Ами към мука това е на една ама това да завършвам това, което ние ми висяте няма да платя. Аз се си да не прокъди това да тива, а и да бъде да платя. Ама се да мишмам по филе това да бъдете. Му мишмам тът и нито дай ми гледам, да ви сте ега куля ви лава, тъй това бия пуски куля. Му ви не е по това вие ли, ако ще не пробвам, аз не кажа с това. Аз ще това, бил ме тук и захна, не ми имам си това да бъде. Това бе те ли мишмам тът и لازم لو حد هيصمم الحاجات دي يفكر حجم البفر يبقى قد ايه؟ سرعه الكاتش الى البفر ده عامله ايه؟ سرعه الكاتش الى البفر عامله ايه؟ وسرعه الديكودنج عامله ايه؟ الكلام ده له دراسات هنا ممكن تتعمل عليه وبصوره عامه الافكار بتاعت البفرنج والسيرفيس زي فرق البفر والانبوت ريت تندرج تحت حاجه تسمى كيون ثيوري نظريه التعبير وبتدرس في الماجستير القسم هنا في العظيم السوق ان شاء الله. عندما درش مجالنا النهارده احنا اللي بيهمنا ان احنا ديسباتش نجيب حاجه بالترتيب من النوع الى البفر لو البفر مليان يبقى هنوقف الترش يفضل قدر الامكان ان احتمال النفس يكون اقل منه. نعمل في هذا ازاي؟ دراسه كويسه لحاجه مبكره وحاجه بسرعه تتكشف بسرعه تجيب. طيب الفكره الثانيه الجزء الثاني من الموضوع اللي موجودين معانا في المبكر دول
دي الفكرة اللي اسمها إيش؟ أبدأهم بالتشغيل. الإيش بيتم أوت أوف أوردر، مش لازم تتم بالترتيب. لما لقيت إن حضرتك محتاجة شغل بسيط واللي قبليكي واخد وقت طويل، مش لازم أخليك تستنيه، ممكن أخليكي أوت أوف أوردر. وأي حد منتظر زي حضرتك كده قاعدة منتظرة في القاعة، مش معطلة اللي بعديكي. اللي بعديكم بييجوا، وهي حتى بسماح القلب قالت لا، يعني مش هتكون هم مستنيين، فضل يشتغل. فأي instruction that has to wait does not delay the form instructions. فدول الجزئين الفكريين اللي موجودين دلوقتي في الديكودينج مع instruction هو الرقم اللي عليها. زين لسه ما نسمعش دي تقدر موجوده في البوكر لحد امتى؟ لحد ما الديكودر يقول لها ابدا تقول على السوشيال ميديا كده فهمت ان البوكر دخلت على السوشيال ميديا خلاص. يعني لازم اراعي حتى لسه لا حتى لو بسيجي فايباين بغض النظر انت شغال مالتي فايباين ولا سيجي فايباين فممكن تعمل فيه الانستراكشن بفر دي تشتغل على الكمبيوتر على سيجي فايباين ما تقدرش ثم يقول كده بص هذا الانستراكشن بفر وبيبتدي الجهاز يشتغل. دكتور طب هو الديكودر لما يجي يتحكم في البفر بيشوف لو في instructions dependent على بعض يعني عشان يظبطها؟ طبعا هو الجهاز اللي بيشتغل دي احنا اكتشفناها في كل شويه، لان احنا لقينا ان الاد dependent على الديفيجن وما هياش جهاز بيشتغل، انما موضوع الواي كان independent بتستخدم عربيه مختلف مفيش structure مثلا independent من حيث الداتا بتستخدم الداتا مع الشراكه والحاجات السابقه عليها، فهي ما فيهاش داتا مثلا ولا structure مثلا ولا كل مثلا مش هيبقى شكل تبتدي شغل. فكرة حضرتك قلت لما يكون بفر مليان ممكن نقف الفيتش الفيتش، لكن لو في مكان واحد فاضي هنشغل الفيتش عادي صح؟ هنشغل الفيتش هنقدر نقدر. طب مش المفروض دي تقول مثلا لو بفر خمسه انستراكشنز هيرتبهم بترتيب معين المفروض يخلصهم بعدين دخل خمسه تانيين يرتبهم اندبندنت ورك؟ لا مش لازم خمسات، يعني ممكن لو انا دلوقتي فكر كيف اعمل شنطه عندي قاعد صراحه ضروري ساعه بس وخلصت واحد حضرتك بعدين خلصت دي المكان ده فاضي انا خدتها وابتديت اشتغل اللي بعديها دول يحصل ايه في الطريق بالظبط كده يتزحزحوا اللي قدام كده في الطابور يبقى المكان ده في الاخر هنا فاضي اقرا اي حاجه جديده فيه وكديكودر هبص على العلاقات بينهم وعلى المعلومات دي لو جاي انا سر. هعيد ترتيب الخمسه تاني يعني صح؟ انا مش هعيد ترتيب في مكان موجودين في مكانهم بنفس الترتيب اللي هم موجودين بيه. بس انا بشوف مين فيهم اللي جاهز ابتديه على حسب هم جاهزين ولا لا. فانا مش هعيد ترتيبهم في مكانهم. يعني انا الخمسه يعني انا الخمسه دول عملتهم يعني رتبتهم جم بالترتيب بتاعهم. وموجودين بالترتيب ده فكر كده انا وانت رايح مش انا سالتهم يا فكر عرفت مين فيهم الجاهز ابتديت مع اوت اوف هل انت غيرت ترتيبهم في الطابور؟ يعني هم في الطابور عارف ضايع في الطابور؟ لا انت ابتديت اللي جاهز هم ابتدوا الايشيو التشغيل حصل اوت اوف ان وجودهم في الاستراكشر بفر بنفس الترتيب اللي هم موجودين زي ما قلت لكم كثيرا في هذا الفصل الحلول اللي موجوده في الحياه اللي بتستخدموها حلول جميله جدا بس لازم تكونوا قادرين ان انتم تفكروا طب الحل اللي انا بشوفه في الحياه ده ازاي اقدر انفذه في موضوع العمل ثم انا قلت هنفذه ازاي في موضوع ده ازاي اقدر انزله لمستوى لوجيك جيتس يعني ريجسترز وديليز وكلام من ويبقى ذهنك متدرب وقادر انه ينقل ما بين المستويات الفكريه المختلفه عشان تبقى قادر انت الحل اللي انت شايفه في الحياه على جيتس وسيجمنتس وسيركتس تخدم بيها المستقبل. السؤال الاول والسؤال الثاني Thank you.
اللي احنا كنا شغالين فيها وكان عندنا فيها كاتش يونت لونها سماوي كده، دي اللي بتكتشف الميموري دي الانستراكشن بافر. ثم اللي كان عندنا اسمه ديكودر بينفر دلوقتي على الانستراكشن بافر ده ويحدد مين فيهم اللي هتشتغل. بياخد واحده يصنعها يدخله على الاكزكيوشن يونت اللي كان عندنا في البايب لاين. فاحنا نفس البايب لاين اللي احنا بنتكلم فيها بس جوه الكاتش بقينا بنكتشف الميموري الى الانستراكشن بافر. ثم الديكودر بقينا بنقص على الانستراكشن بافر عندي كذا انستراكشن اختار منهم واحده هشغلها وهي اللي دي اللي شغلها ادخلها على الاكسبشن. دي مش مشكله ان تنتج اكثر من انستراكشن في نفس الكلوك سايكل، وده اللي باذن الله تعالى هنشوف ازاي الميموري تقدر تخدمنا فيه خلال خمس محاضرات. سوري جوه. ما فيش اي ديبندنس لا ديتا ولا ستراكشر. يبقى هي جايز تشتغل في الشهر. لا في الغالب ما بنعرفش نفكر بهذه التفاصيل، لكن برضه لو احنا بنبص على موضوع شغل الطلبه لو دي جايزه ودي جايزه ايه اللي يخليني ابتدي واحده قبل الثانيه؟ هو بقى في هذه الحاله لو دي جايزه مين تاخد اللي جت الاول؟ بغض النظر مين فيهم اصلا؟ في اسئله ثانيه؟ انا ما بعمل وايت سيتش بعمل بعديه وايت كود برضه. ليه انا محتاج مثلا او ليه ممكن اختار الوقت من الاوقات ان البفر دي تبقى مليانه وانا مش عارف اعمل فيتش؟ مش اللي بفيتش بقى بيكودوا بنفس ال يعني مثلا بفيتش اربعه فبيكودوا اربعه في نفس الوقت. بس بينا نقول لو انا بعمل فيتش اربعه طالب ان انا يكون اربعه ايه اللي يخلي البفر يتجي؟ ما هو الانستراكشن مثلا اسمها ديفيجن دي كانت المفروض تقعد طويل في الاكسبشن بتاعتها فالاديشن وقت مستنيانها خالص. فهي وقت مستنيه معايا في الاسكتش بوفر ما اشتغلتش. دي بتعمل بقى حاجات ثانيه من الميموري اللي انا اسكتش بوفر. ودي لسه بقى زنقتنا اللي بعد ربع ساعه دي نص ساعه معايا بعض الانتظار ما اتحركتش. وجبت ايه؟ وابتديت اتنقل. ومن اللي انا جبتهم في واحده كمان طلعت معايا. ففي اثنين قاعدين معايا. وجبت ايه؟ فممكن بعد شويه يتنقل. هننقل بقى على فكره ثانيه برضه حلو من احلامنا القديمه اللي كنا اتكلمنا عليه في المحاضره الثانيه. المحاضره الثانيه كنا اتكلمنا على ان احنا ممكن يكون عندنا عدد من الديتا اللي بمس وقلنا ان احنا عندنا ري افتر رايت وده كنا مضطرين ننتظر النتيجه اللي هننتجها في الانستراكشن السابقه عشان الانستراكشن اللاحقه محتاجه تتحرك. وقلنا ان احنا كان عندنا حاجه ما يسمى ريد افتر ريد بس ده ما فيهاش اي مشاكل خالص زي ما حضراتكم جميعا النهارده دلوقتي حاضرين ممكن تقطعوا من الشاشه اللي قدامكم باي ترتيب فريد افتر ريد مفيش مشكله. ساعتها انا كنت مرمومكم باللون الاخضر كنت معتبر ان ريد افتر رايت باللون الاحمر اللي لا ينفع ان احنا نتخطاه على الاقل السنه دي احنا السنه الثالثه مش هنتخطاه. هنعتبر ان ريد افتر رايت ده حاجه مقدسه كده او لازمه مش هنتخطاها. بس ساعتها لما بصينا على ما يسمى رايت افتر رايت او رايت افتر ريد كنا ملونينه امر واحد وكنت وعدتكم ان في يوم من الايام هنقدر ان احنا نحل المشكله. فالحمد لله هذا اليوم الموعود اخيرا وصل وانا سعيد ان انا سعيد بالموضوع ده وهنشوف الحل دلوقتي. فتعالى بص معايا كده بعد اذنك على الناحيه الشمال الكود اللي في الشمال. هل انت شايفه في اي رايت اوف رايت؟ او رايت اوف ريد؟ في رايت اوف ريد. كل اللي في الشمال هل انت شايفين في اي رايت اوف رايت؟ او رايت اوف ريد؟ طب في عدد منكم دلوقتي عمال بيقول لي لو بصينا على السكشن الثالثه يعني تكتب بقى في زيرو. يعني لما تكتب بقى في زيرو الانستركشن الاولى كانت كتبت بقى في زيرو والانستركشن الثانيه كانت طلعت بقى في زيرو. فلما الثالثه تكتب بقى في زيرو يبقى كده الثالثه بتعمل رايت افتر
الريدنج ترانسليشن ثانيه، وايضا ممكن نسميها رايت افتر رايتنج ترانسليشن. وهنلاقي ان احنا دول برضه عباره عن ديفيجن في اديشن او حتى عن كلير ديفيجن ثم مالتيبيكيشن زي الترانسليشنز اللي كنا بنبص عليها من شويه. بس هل ينفع دلوقتي ان انا اخلي المالتيبيكيشن دي تبتدي بقى تخلص وبعدين لما الديفيجن تبقى تخلص تكتب بعدين اديشن تقرا؟ بتقولوا لي لا، هتلاحظي ان الزملاء مقربين عندهم حاسس ان في مشكله. المشكله هي الاتي، لو المالتيبيكيشن دي اشتغلت وخلصت وكانت نتيجتها فرق زياده. ثم بعد طريق الديفيجن خلصت وكانت نتيجتها ايضا فرق زياده. الانستراكشن الثانيه الاديشن اللي هي في المكان الثاني هتقرا النتيجه اللي هي كلاس الرابع. طب الانستراكشن الرابعه هتقرا اي نتيجه؟ هتيجي مجرد ديفيجن، وده مش اللي احنا كنا عايزينه. ففي مشكله عندي في الكود اللي ناحيه اليسار بتاع الشكل. طيب هل كان ممكن مثلا ان انا اجيب الانستراكشن الثالثه والرابعه؟ الثالثه والرابعه انقلهم قبل الاولى والثانيه؟ حضرتك بتقولي اه، انا بقول لا، لان احنا لو نقلنا الثالثه والرابعه قبل الاولى والثانيه بس الرابعه هتكتب حاجه في الرابعه والانستركشن يبقى اثنين، كانت عاوزه تقرا من الف اربعه القيمه اللي كانت فيها قبل كده مش القيمه بتاعت الانستركشن الرابعه. انا عندي ما بين الانستركشن الرابعه والثانيه رايت افتر ريد ماشي. طيب فدي مشاكل في الناحيه الشمال، سيبنا من الناس الشمال دول هنا في اليمين. بصوا معايا في اليمين بقى، نحن نيجي ده في مشاكل؟ أنا عندي رايت أفتر رايت أو رايت أفتر ريد في الناحية اليمنى. الحاجة الوحيدة اللي عندنا في الناحية اليمنى زي ما أنتم شايفين كده هي يعني الإنستركشن الثانية محتاجة تطلع تجيب الإنستركشن الأولى فدي ريد أفتر رايت، والإنستركشن الثالثة محتاجة تطلع نتيجة الإنستركشن الانستركشن الرابعه محتاجه تقرا نتيجه الانستركشن الثالثه اللي برضه ريد افتر رايت، ولكن ليس لدي اي نوع من الرايت افتر رايت ولا الرايت افتر ريد. وبالتالي لو انا ابتديت الانستركشن الثالثه دي بدري قبل الاولى ولا الثانيه مفيش مشكله، لو جبت الثالثه والرابعه بدري مفيش مشكله، لو خليتهم الاولى وبعدين الثالثه وبعدين الثانيه وبعدين الرابعه، ولا الاولى وبعدين الثالثه وبعدين الرابعه وبعدين الثانيه مفيش مشاكل في ده كله. فممكن بسهوله اعيد الترتيب الناحيه اليمنى. الشروط الوحيده اللي عندي ان الثانيه لازم تكون بعد الاولى، وان الرابعه لازم تكون بعد الثالثه، انما غير ذلك الترتيب ممكن اعيده براحتي. طب ايه الفرق ما بين ناحيه اليمين وناحيه الشمال؟ الفرق بكل بساطه كده ان لو قلنا ان في حد جه عاوز يقعد هنا، زميله جديده جايه من بره وعاوزه تكتب ريجستر ده، وفي قيمه معايا في الريجستر ده، ايه الحل اللي ممكن نعمله؟ لو في حد جاي دلوقتي عايز يقعد هنا يعمل ايه؟ كويس. فالالجوريزم الفظيع اللي هم يفكروا فيه قالوا لي من ده حته ثانيه، او لو هي ما عندهاش يعني مش متعقده نفسيا ممكن تقعد هنا وهي فاضيه. وبالتالي التفكير البسيط الحل الطبيعي جدا اللي انت شايفينه برضه في الحياه، طب ما نغير يعني مش لازم كلنا ننزل في حته واحده، نكتب في حته ثانيه نتحرك. اللي حصل ما بين اليمين والشمال هو بالظبط ان انا بدل ما كنت زانق نفسي في الناحيه اليسرى وبكتب في نفس المكان اللون الازرق في الناحيه اليمنى، ما هو ان انا كتبت في مكان مختلف ريحت نفسي. طب حد هيقول لي هو ده ايه اللي حصل فيه ده يعني؟
رينيم عدلنا الاسماء غيرنا الاسماء حللنا المشكله. طيب ليه الناس فكرت فيه؟ لو فرضنا حضراتكم كده شركه اسمها يندل سنه 1981 اتاكت البروسيسورز وابتديت تكتب على البروسيسورز بعدها، فمعناها البروسيسورز 86 ثم بعد عدة سنوات بقى في 286 و 386 وبنتيوم والى الان نزلنا فيه. احنا من 35 سنه شركه حضراتكم دي ابتدت تنتج بروسيسورز، ووقتها كان البروسيسور اللي انتجته التكنولوجي بتاعت وقتها فيها اربع ريجسترز A B C و D، والناس كانت البرامج اللي فيه بروسيسورز وبتشتغل عليها. والنهارده بعد 35 سنه لو انا عايز اشغل البرامج دي على البروسيسورز الحاليه كان لازم النهارده يبقى عندي برضه اربع ريجسترز بس. ربنا فتح علينا التكنولوجيا اللي قدمت والقرايه اللي بتوسع اللي كنا بنشتغل عليها، وعدد بروسيسورز كتير والسيليكون بقى ارخص من الماضي الانتاج بتاعه. ما زال البروسيسور النهارده لما بنتجه بنحط فيها بقى ريجسترز بس، لان ساعتها كان الانستراكشن سيت فيها بقى ريجسترز كنت بقول يعني ربنا موسعها عليك دلوقتي بس على عيالك ما تبقاش بخيل الدرجه دي. فبالتالي التفكير المنطقي برضه اللي انتم شايفينه في الحياه ان النهارده لو عندك امكانيه تعمل 128 ريجستر وكان البرامج اللي هتنتجها النهارده ممكن انها تستخدم 128 ريجستر، خلينا نوسع على نفسنا. طب البرنامج القديم على الشمال كنت عاوز اشتغله على البروسيسور الجديد. البرنامج القديم كان عمال يعيد استخدام نفس الحاجه كتير لان هو دول اللي كانوا موجودين. بينما البروسيسور الحالي في امكانيات اكتر. لو انا غيرت الاسماء بهذا الشكل بحيث ان انا بستخدم ريجسترز اكثر في البروسيسور الحالي انا الدنيا احسن كتير، والبرنامج القديم اقدر اشغله بطريقه اسرع كتير على البروسيسور الجديد. الفكره دي ممكن تتم فعلا لان احنا عدد الريجسترز المعرض للاركتكشر عدد محدود، بينما عدد الريجسترز اللي انا عملتها في الامبلمنتيشن عدد اكبر. الفرق ما بين الستراكشر المعرفه للبروجرامر ولليوزرز والامبلمنتيشن الاورجنايزيشن اللي انا مركز فيها ده فرق احنا شفناه بالفعل قبل كده، شفنا ان احنا ممكن يكون نفس الاستراكشر في نفس البرنامج شغال على قصص زي اللي خلاص معموله على الماضي ما فيهوش بايبلاين اصلا بيشتغل في الدنيا دي. ممكن اشتغل على قصص زي اللي بنتكلم عليه من السنه دي في بايب لاينز ويشتغل في نفس النتيجه برضه هيبقى اصعب بس دي نفس النتيجه ونفس المنطق اللي هتشيله لوحدنا. اشتغل على بايب لاين واحده ولا اثنين ولا اربعه ولا اكثر هيبقى اسرع كل ما تزود في الامكانيات الموجوده وتغير الاورجنايزيشن والكومبيتيشن بتاعتك، ولكن هيدي نفس النتيجه برضه. فبدينا نفرق ما بين ايه اللي انا معرفه الانستراكشن سيت البروجرام بيتمها وما بين انا بنفذها ازاي التنفيذ في يعني باي باي ولا اعمل سيكل باي باي او مالتيبل باي باي اعمل حاجه زي دي عدد كبير من الريجسترز واعمل ريجستر ينام ولا ما اعملش ده كله في انما في النهايه الانستراكشن سيت بتكون محدده في عدد كبير من الريجسترز. وبالتالي الفكره دي سميت ريجستر نيم وده الاسم اللي كان غالبا زملائنا بتوع الكومبايلرز بيستخدموه في السوفت وير. اللي كانوا بيعملوها موضوع الامبلمنتيشن كانوا احيانا بيسموها اسم تاني هو شادو ريجسترز. انا هحط شويه ريجسترز على الجنب كده في الظل لكن في الدور مخبيهم عشان ساعه ما اتزنق واطلع منهم. فده الاسم الاخر اللي الغالب اللي بيغلب على الزملاء بتوع الكومبايلرز شادو ريجستر. الاسمين ما تفرقش معانا هو مهم الفكره ان احنا عاوزين ننفذ فكره التحويل من الناحيه اليسرى الى الناحيه اليمنى. طيب لو عاوزين ننفذها تعالوا نفكر هننفذها ازاي. ممكن ننفذها على شويه خطوات موجوده قدامنا على الشاشه. ساعه ما نعمل رايتنج في انستراكشن
بيكتب في مكان هيجمع له مكان جديد. في انستراكشن جاي من بره عاوز تدخل معانا تكتب هحطها في مكان فاضي زي ده. وبالتالي انا رايت الوكيت اللوكيشن اللي ريكوردد من الاب تاني وسجل هي اتحطت فين. طيب سهل انا عاوز اعمل ميل ايه؟ هل تميل؟ هو ده ميل؟ Find the location of the table of the most recent right. Most recent دي مهمة لأن أنا الانستركشن الرابعة عن أهل اليسرى كانت رابعة من الأرقام من ألف زيرو وأنا في الناحية اليمنى بعدل أو بحاول إن أنا أفكر في تغيير الأسماء. خلي الانستركشن الرابعة أقرأ من ألف زيرو مرة ثانية الانستركشن الرابعة من ناحية الشمال كان عاوز اقرأ من F0 وانا بكتبها ناحية اليمين نخلي الانستركشن الرابعة اقرأ من اني ريجستر هل اخليها تقرأ من ال 5 ولا من ال 0؟ من ال 5 لان انا لما جيت اشغل عملت اعادة الاسماء خليت الانستركشن الاولى تكتب ال 0 خليت الانستركشن الثانية تكتب ال 3 خليت السكشن الثالثة أكتب حاجة اسمها الخمسة كل مرة بكتب فخليت أكتب في مكان جديد مختلف. فالسكشن الرابعة اللي كانت على اليسار عاوز أطلع من ألف زيرو خليتها أقرأ من ألف خمسة. طب كان في برضه السكشن الثانية اللي مبنيين على اليسار عاوز أطلع من ألف زيرو وأنا بكتبها على اليمين خليت أطلع من مين؟ من ألف زيرو مش من ألف خمسة. فهلاحظ ان كل منهما خليتها تقرا من الموست ريسنت رايت. يعني انا بترجم من الناحيه اليسار الى الناحيه اليمين. لما جت لي الانستركشن الثانيه عاوز تقرا من حاجه اسمها اف زيرو شفت الانستركشنز السابقه عليه ما هي اقرب واحده اليها حاولت تكتب حاجه اسمها اف زيرو لقيت ان انا ترجمتها ل ال زيرو يبقى خلي الانستركشن الثانيه دي تقرا من ال زيرو. ثم ترجمت الثالثة خليت تكتب من خمسة ثم جيت على الرابعة عاوز تقرا من اف زيرو اخليها تقرا من اقرب واحد اليها حاول يكتب حاجة اسمها اف زيرو اللي انا خليتها في التيبل بتاعي اللي بيعمل مابنج ده خليت حاجة اسمها ال 5. لازم
الاول والريجستر عندي تخلص او الريجستر دي بس المعلومتين دول مثلا دي تكتب حجز لي مكان جديد مثلا دي تقرا المكان اللي انا لسه حاجزه من شويه القاعدتين دول مش كفايه وبعد شويه الاماكن هتخلص مني فتعال نبص مره تانيه كده الكود اللي ناحيه اليمين الأقل زيرو هل أنا محتاج قاعدة instruction الثانية خلص؟ عرفت بس طبعا أنت مباشر وأذكياء ومفيش حد أدوكم كلنا بس عرفت بس إزاي عشان نقدر نستخدم بينه قاعدة نقدر نحطها في الهاردوير ونعمل تسويق اتفضل ماشي كويس البرنامج عندنا في مصر هتلاقي نشوفها بعد 10 16 سنة في حاجة أجابة كبيرة شوية لازم تفكر فيها اتفضل برضه لسه في حاجة أجابة كبيرة طب يعني إيه أكتر مين نظرت ناحية الشمال؟ بعدت معاك شوية إن أنا بص على اليمين بس بص على الشمال لما الإنستركشن الثانية خلصت الانستركشن الثالثة كتبت حاجة اسمها F0 هل ممكن ان انا اكون في بقية البرنامج بعد كده محتاج ان كده بقية المرضية؟ لا لان هو البرنامج الاصلي نفسه كتب عليه خالص فهو ناحية الشمال تقدر تقول لي بما ان انت وصلت الى انستركشن الثالث اللي بتحاول تكتب في نفس المكان يبقى البوت مجموعه الانستركشنز اللي يمكن هيبقى فيها احتياج لنتيجه الديفيجن خلاص اتدخل وبعد كده البرنامج الاصلي نفسه ما كانش مهتم بالنتيجه دي وتخلص منها فانا كل اللي محتاج اوصله هو مجموعه الانستركشنز الى ما يكون البرنامج الاصلي يكتب عليه انما يعمل رايت اوف في خلال هذه المجموعة كل الانستركشنز اللي فيهم read after write زي الحالة دي هي الانستركشن الثانية بس لو كلهم خلصوا يعني كلهم انا بالفعل قريت الجاهز اهو والديتا اللي كانت مطلوبة من الديفيجن خلصت وجهزت فادي النتيجة حضرتك ابتدي اشتغل في الاكسكيوشن يونت بتاعتك ويلا توكل على الله اشتغل في هذه الحالة ما دام أنا خرجتها من الانستركشن بوك بتاعتي الداتا بتاعتها معايا وابتدت تشتغل يبقى مفيش احتياج بعد كده خلاص للنتيجة اللي أنا مسجلها في ال زيرو النتيجة اللي موجودة معايا وسجلت في ال زيرو دي فالانستركشن الثانية انتهت خرجت القيمة دي وابتدت تشتغل يبقى أنا مش محتاج في أي لحظة زمنية تالية للتالت النتيجة اللي معايا في الزيرو مرة تانية هيعرفها ازاي؟ أنا لما ابتدي أعرف أبص على الانستركشن بوفر اللي معايا لقيت إن في رايتنج هنا في تلتة وهنا رايتنج على نفس الريجستر يبقى إذا ده كده الورك أوف انستركشنز قد يكون محتاج نتيجة لا مش بنقول إنما ما بعد أكيد مش محتاج نتيجة في الانستركشن في داخل دول كل ريد افتر رايت لما يخلصوا في داخل البلوك ده كل ريد افتر رايت اللي معتمدين على الانستركشن الاولى لو خلصت كل الانستركشنز دي يبقى انا في هذه الحاله اكيد بعد كده مش محتاج القيمه اللي مسجلها في الريجستر وساعتها اقدر اقول ان الريجستر ده ممكن افرغه افضيه الغي الحجز اللي كان عليه ويبقى موجود معايا كمكان اقدر استخدمه للغير بقى وبالتالي الدي الوكيشن الغايه الحجز او التفريغ occurs when the dependent read after write hazards are clear لما ينتهوا وخلصوا يبقى ساعتها ممكن افرغ ماشي الثلاث خطوات دول زي ما انت فاهم ممكن يتم بالسوفت وير او يتم بالهارد وير الافكار دي ماشي افكار وليده الامس دي وليدة زمن بعيد شوية أول
implementation لحاجة زي كده تم في سنة 1964 في ديزاين للماشين تبع شركة CVC CVC 6600 سنة 1964 ثم ده 3 سنين أخر مع مالية شركة IBM اللي كان شغال عندهم يعني أول باسم وعطيه الله كيف اسمه في مسؤوله عملوا سنة 1967 IBM ماشين 360 IBM 360/91 هي دي في الواقع هي وأحفادها بعد كده بقى الماشينز اللي موجودة حتى الآن من IBM هي دي أقدم instruction set architecture موجودة معانا إلى الآن دي بقى 50 سنة وما زالت المين فريمز بتاعت IBM اللي هي حاليا اسمها 390 أو 360 بلس 390 ما زالت موجودة إلى الآن مكتوبة في الأسواق وهي دي أقدم instruction set تاني أقدم واحدة الانتل بروسيسورز اللي هي من أوائل الثمانينات حاجة 30 سنة اللي هي ما زالت موجودة في اللاب توبس والأفكار بتاعت إن احنا يبقى عندنا ريجستر ريناميك أو شادو ريجسترز موجودة بقى لها 50 سنة مهياش حاجة جديدة فعشان تبقوا عارفين بس إن أنا كل الحياة دي الحمد لله احنا كبشرية مخترعينها من آلاف السنين أنتوا قلتولي إن الطابور بتاعكوا ده الطبيعي فيه كذا فزملاء حضراتكم في المهنة لما وصلت لهم نفس المشكلة اللي وصلت لكم وفكروا فيها قالوا الحل الطبيعي نعمل كذا ونفذوه كان من 50 سنة حضراتكم ولدتم بعد كده وعايشين دلوقتي فلما تعرفوا ايه اللي موجود وتفكروا في المشاكل اللي فيه هتكتشفوا حلول للمشاكل الحالية ماشي؟ طيب السلايد دي وفكروا السلايد دي مش دافع عين دي مجرد هدفها محو الأمنية تعرفوا ان في حاجات موجودة وحاجات موجودة من زمان انما those who are interested اللي مهتمين يعرفوا بقى الحاجات دي بتتم ازاي بالظبط وتفاصيلها can read more about these techniques in the quantitative approach الكتاب اللي اسمه computer architecture quantitative approach اللي انا كنت بنزله كأحد المراجع لهذا الفصل بكرر الكلام ده على السلايد دي المحاضرة معانا في الامتحان الورقة دي بس محو الأمنية معلومات عامة تعريف لأن في حاجات بقالها 50 سنة موجودة في العالم واحنا لسه بنتعرف عليها جديد النهاردة لأن احنا لسه بننشأ دلوقتي ماشي؟ طيب نكمل رد اللي عايزينها فعلا في المنهج في فكرة أخرى برضه نشأت في أواخر ثمانينات القرن العشرين وأوائل التسعينيات من القرن العشرين الناس اللي تفكر في الأجنبي زميلنا ده اللي قاعد معانا النهارده بيشرفنا وبيتعلم عن الحوارات اللي بنعمله طلع ان هو راجل بتاع سوفت وير قوي وجامد وابتدى يفكر في حاجه بسيطه بيقول طيب انتوا واضح اللي بتعملوه ده في هارد وير عندكم مشاكل كتيره فيه لما ابتديت تبص على الديبندنس وقلتوا هتعملوا لي 4 بايبلاينز اكتشفنا ان بدل ما احنا نبص على الديبندنس بين حاجات الريزبشن يونت والكولينج يونت بتاع 5 بايبلاين بدل ما نبص على كل البايبلاينز الدنيا ضربت معاكم بان سكوير ديبندنس تشيكس وان سكوير باي باسز وابتديت تحس ان الموضوع بقى اكتر كده طب ايه رايك يا اخي في اللاب بتاع هاردوير انا لو انا بتاع الكومبايلر وانا ببص على البرنامج كده بترجمه من هاي ليفل لانجوج الى لو ليفل ماشين انستراكشنز بصيت على الديبندنس اللي كانت موجوده وقدرت ان انا اجيب لك الحاجات الاندبندنت مع بعض بحيث ان انا بجمع لك كل 4 انستراكشنز اندبندنت تقوم لك سوا خدهم على البايبلاين سوا وانا اؤكد لك وعد وعهد وميثاق ان الاربع انستراكشنز دول اندبندنت ما انتش محتاج تبص ان هم ديبندنت ولا لا بس انت دخلهم على البايبلاين كده خليهم يشتغلوا وانا بما ان انا عارف ان الاكزكيوشن يونت بتاعتي بتاخد وقت قد ايه لو كان في عندي انستراكشنز تاليه محتاجه انها تدقق النتائج والانستراكشنز السابقه هخلي الفرق الزمني ما بينهم طويل بما يكفي بحيث ان الانستركشنز التاليه دي تكون النتائج اللي هي محتاجاها بالفعل حصلت وموجوده في الريجسترز وما تحتاجش انت تقلق عليها خالص وبرده اؤكد لك بشرفي ان ده هيتم حضرتك ايه هتبقى على قد كلمتك ومش هتلعب معايا في هذه الحاله زميلنا اللي بيعمل هاردوير هنا هل هو محتاج مازال يعمل هاردوير الديبندنسي الكتيره دي نعم جميل
زميلنا ده بص على فكره هنقولها في السلايد الجاي، ان كالعاده انا لما ببتدي اقول لكم الحاجات المثاليه الجميله دي بيبقى غالبا بعدها بسلايد او بعدها محاضره نهد المثاليات ونبتدي نتكلم على الواقع. فزميلنا ده ابتدى يفهم الحكايه دي، بس هيبقى فيه مقطع كويس السلايد الجاي هنهد فيها المثاليات دي وهنتكلم على الواقع. انما في العالم المثالي اللي حضرتك كنت بتوهم بيه زميلك، زميلنا ده اتوهم وابتدى يقول خلاص انا كده الحمد لله مش محتاج اصلا اعمل اي حاجه عندي في الهاردوير، هاردوير الكومبلكسيتي بتاعته هتبقى اقل بكتير، وبدل ما انا كنت تعبان جدا من المحاضره اللي فاتت ممكن اريح دلوقتي. وكل اللي افكر فيه زميلنا ده شال الليله الشغل كله والحمل كله عليه في السوفت وير، هيعمل لي كل التشيكس دي ويبقى الحاجات اندبندنت وانا مش محتاج افكر فيها. في البيور بي ال اي دبليو تبقى تفكروا انا عندي very long instruction word جاي لي 4 instructions جنب بعض كده، هبص لهم كأنهم كلهم على بعض instruction واحده كبيره، تدخل تمشي في البايب لاينز البارل بتاعتي مع بعض وتخلص، وانا مش محتاج افكر في اي ديبندنس عندي خالص. فال very long instruction word دي كان هدفهم ان هم يريحوا تماما الشغل عند الهاردوير ويبقى الكومبلكسيتي في السوفت وير. الواقع زي ما هنشوفه مع زميلنا هنا ان العالم مش مثالي كده، والجنرال بيربس بروسيسور زي الكمبيوتر دي لم يصلح فيها ال بي ال اي دبليو بطريقه تجاريه كويسه، واخر محاوله لتنفيذه يعني في البروسيسور كانت الايتانيوم بروسيسور ما بين شركه اتش بي وشركه انتل، وايضا لم ينجح تجاريا جدا يعني. في المقابل ال بي ال اي دبليو كفكره ناجحه جدا في الديجيتال سيجنال بروسيسورز. حد فيكم معاه مكتوب؟ ارفعوا كده بقى. العلبه اللطيفه دي فيها نوعين من البروسيسورز، فيها ارم بروسيسور اغلب تقريبا 100% من الهواتف المحموله اللي في العالم فيها ارم بروسيسورز. الارم بروسيسور ده هو اللي مسؤول في هذه الحاله عن البروجرامز اللي شغاله على هذا الجهاز، فهو ده الجنرال بيربس بروسيسور اللي شغال. واغلبهم ايضا فيها ديجيتال سيجنال بروسيسور موجود علشان مثلا الكوميونيكيشن والصوت بتاع حضرتك اللي بينتقل ساعه الكلام والديتا اللي بتجي على الكوميونيكيشن لاين، في ديجيتال سيجنال بروسيسورز موجوده ايضا في هذا الجهاز. في الغالب هتلاقوا ان هو الديجيتال سيجنال بروسيسور اللي موجود هنا، لو فرضنا مثلا ان هو من شركه تكساس انسترومنتس اغلب الديجيتال سيجنال بروسيسورز بي ال اي دبليو بتستخدم فكر البي فيري لونج انستراكشن وورد، بينما الجنرال بيربس بروسيسور لم ينجح في هذا الفكر بسبب النون ايدياليتيز الواقعيات اللي هنشوفها في السلايد الجايه. وبالتالي الفكره دي مش فكره خياليه جدا، هي فكره ناجحه في مجال وغير ناجحه في مجال اخر. ليه؟ الاسباب المشكلتين اللي موجودين عندنا دول. المشكله الاولى اللي زميلنا كان ابتدى يفكر فيها ويقولها الامبلمنتيشنز ممكن تختلف. حبيبنا ده اللي وعد بشرفي ان الانستراكشنز اندبندنت هيقدر يعملها لي بهذا الشكل. لو الراجل بتاع الهاردوير هنا بدل ما هو عاملهم مثلا اربعه بايب لاينز ان بارلل في النسخه الاحدث من الهاردوير بتاعه عمل ستة pipelines in parallel. الكود القديم اللي حضرتك عامله ده هينفع يشتغل عليه؟ لا، لأن ده حاطط له أربعة in parallel وراهم أربعة تانيين in parallel، ودول الأربعة دول independent والأربعة دول independent، بس قد يكون الأربعة دول معتمدين على الأربعة دول. فلو جه الهاردوير ده راح حطيتهم ستة، خد الأربعة دول واتنين كمان معاهم من اللي بعديهم، الستة دول مش لازم إن هم independent. فبالتالي ما ينفعش مباشرة ان ناخد سوفت وير بتاع امبلمنتيشن انقله الى امبلمنتيشن اخرى. التفكير كان ان الكومبايلر ده فاهم بالظبط عدد البايب لاينز وفاهم بالظبط عدد الاكسكيوشن يونتس الكلوك سايكلز اللي بتاخد الاكسكيوشن هنا، بحيث ان انا اقدر ارتب الانستراكشنز على بعد متساوي من بعض، بحيث ان هو ابقى عارف ان النتيجه بتاعت الانستراكشن السابقه اللي انا محتاجها هتكون خلصت والنتيجه جاهزه ساعه ما انا ادخل الانستراكشن الجديد. لا،
لو الامبلمنتيشن تفاصيلها دي البروجرامايزيشن دي اختلفت يبقى السوفت وير القديم ده هيبقى عك كله مش هينفع يشتغل. يبقى كده احنا ابرزنا او طلعنا تفاصيل الامبلمنتيشن الى العالم بتاع السوفت وير، وكل مره نغير حاجه في الامبلمنتيشن لازم هو يغير الكومبايلر بتاعه وكل البرامج اللي كانت كتبت قبل ذلك كومبايل اعيد ترجمتها مره ثانيه عشان تشتغل على مدار جديد. فدي مشكله في جنرال بيربس بروسيسورز اللي هي انا بنتج البروسيسور وببيعه كده زي ماشين يركب معايا سوفت وير ويشتغل مع بعض. لو في المقابل انا شركه بعمل البروسيسور وبعمل السوفت وير بتاعها وببيعهم مع بعض على بعض كده حاجه واحده از ا كوميونيكيشن سيستم، هتدخل تحط عندك في امبيدد سيستم بتاع كوميونيكيشن اللي هو في هذه الحاله المحكومه، وانت بتستخدم السوفت وير بتاعي اللي بيعمل مثلا زي ما هنشوفه بقى في الكوميونيكيشن سواء السنه دي ولا السنه القادمه اللي بيعمل مثلا البيتوربي ديكودر ولا التوربو ديكودر ولا بيعمل ال دي بي سي ولا بيعمل اي نوع من انواع الكوميونيكيشن سيستمز اللي هتتعلموها في خلال هذه الفتره، هتلاقوا ان السوفت وير ده مع الهاردوير ده بيركبوا مع بعض من شركه واحده، وانا لو انتجت هاردوير جديد بنتج السوفت وير الجديد بتاعه وبيركبهم مع بعض. ففي هذه الحاله ما عنديش المشكله الاولى دي. طيب في مشكله ثانيه، حتى لو فرضنا نفس الامبلمنتيشن السوفت وير ده كان طالع يشتغل على اربعه بايب لاينز اكزكيوشن يونتس محدده وانا فعلا منفذها على نفس الهاردوير ده، كويس قوي اللي انت بتعمله ده. شايفين زميلنا بيعمل ايه؟ بس هو لطيف جبت منين؟ جابه من فوق. هو لما طلع فوق يشتري الميه دي ممكن في احتمال بسيط بقى ان هو عاوز واحد ميه لو سمحت، فمد ايده وراه كده فتح جاب لك واحد ميه واداها لك. طب نفترض ان هو لما بص كده وراه ما لقاش فيه على الرف ميه، كان هيعمل ايه؟ كان ممكن يقول له طب لحظه واحده ويروح على الصندوق يفتح صندوق جديد ويطلع له منه. لو ما لقاش فيه صندوق جنبه كان ممكن يروح للمخزن الناحيه الثانيه من الاسانسير يجيبه. لو ما لقاش في المخزن طب لحظه واحده وينزل يجيب لك من قدام المبنى هنا من تحت. ما لقاش هنا طب لحظه هجيب لك من بين السرايات وارجع. ما فيش هنا هروح لك يعني ده ما اعرفش حسب نوعها كان ايه، مدينه السادات ولا في سيوه ولا في اي حته عند مكان التعبئه هجيب لك المايه من هناك وارجع. الفكر ده بتاع ان احنا في الحياه الطبيعيه بتاعتنا في اي محل بتطلب منه خدمه او سلعه عنده مستويات مختلفه للتخزين، عنده مخزن صغير قريب منه في داخل المحل يقدر يجيب لك منه الحاجه بسرعه. لو الحاجات نفدت من هنا في عندي مخزن اكبر اوسع احتمال ان انا الاقي في الحاجه اعلى وممكن اخد وقت اطول شويه عشان اجيب لك حاجه منه. ما لقيتش في ده في مكان ابعد اوسع اكبر احتمال ان انا الاقي في الحاجه اعلى هجيب لك منه. المستويات المختلفه بتاعه التخزين دي ده اللي انتوا في العاده في الحياه بتعملوه، ده اللي احنا شايفينه في كل حاجه في حياتنا، ده برضو اللي هنشوفه خلال الخمس محاضرات القادمه. بالنسبه للميموري في مستويات مختلفه للميموري، المخزن الصغير القريب السريع، المخزن الاكبر شويه الابعد شويه الابطأ شويه الاحتمال اعلى ان الاقي فيه الحاجه، ثم المخزن الابعد الابطأ الاحتمال اكبر ان الاقي فيه الحاجه، والمخزن الابعد اقرب ابعد ابطأ واحتمال اعلى. كل المستويات دي موجوده برضه. يبقى معنى كده لو المستويات دي موجوده في الميموري وهندرسها بالتفصيل في الخمس مهارات القادمه، يبقى الكومبايلر ده لما كان بعد انستراكشن هنا في الهاردوير والانستراكشن دي بتقول لود، اللود دي حتى الان في محاضراتنا النهارده والايام السابقه كنا بنقول ان اللود دي لما توصل للميموري ستيج هتبعت الادرس وفي خلال 1 كلوك سايكل هترجع لها الريزلت. بس بناء على الحوار البسيط اللي قلناه دلوقتي ده اللي هنستكشفه بعض التفصيل في المهارات القادمه، مش لازم ترجع بعد 1 كلوك سايكل، في احتمال كويس انها ترجع بعد 1 كلوك سايكل، انما احيانا ما بتلاقيهاش في المخزن القريب الصغير اللي اسمه الكاش
يحصل لك ما يسمى كاش ميس، تفتقدها في الكاش ما تبقاش موجوده في الكاش، وتضطر تروح للمخزن الابعد الابطا تجيبها منه، فتاخد وقت اطول. فبدل ما كانت هتاخد 1 كلوك سايكل ممكن تاخد 10 كلوك سايكلز، وفي بعض الاحيان ممكن ما تلاقيهاش في اللي بعده وتضطر تروح من الثالث، فتاخد وقت اطول كمان. هل انا اقدر اعرف الديليز دي هتبقى بكام وانا بترجم من الهاي ليفل لانجوج الى الماشين انستراكشنز؟ لا، لان دي معتمده على الظروف اثناء التشغيل. يمكن مره تحصل فيها المشاكل دي وتطول، ويمكن تطول 10 كلوك سايكلز، ويمكن تطول 100 كلوك سايكلز، وفي احيان كتيره مش هتطول خلاص، هتاخد 1 كلوك سايكل بس. وبالتالي الديليز دي حتى على نفس الامبلمنتيشن بنفس البروجرام مع نفس الانستراكشن ممكن تختلف في حالات التشغيل المختلفه على حسب الظروف اثناء ما بعمل الرن. وبالتالي كون الكومبايلر لا يعرف هذه التفاصيل ولا يستطيع ان يعرفها، فلا يستطيع ان يتوقعها، ولا يستطيع ان هو يحط الديبندنت انستراكشنز على بعد كافي بحيث ان يكون الانستراكشنز السابقه جابت النتيجه اللي احنا محتاجينها. لهذا اي نظام فيه كاشنج، في الفكر بتاع وسائل متعدده للتخزين ده، من الصعب ان احنا نستخدم فيه فكره البي اي دبليو بيور بدون اي ديبندنس تشيكس. طب هنرجع تاني للديجيتال سيجنال بروسيسورز. الديجيتال سيجنال بروسيسورز ما فيهاش كاشنج، وانما زي ما انتم بتشوفوا في الستريمينج في الكومبيتيشن السنه دي، وفي السيجنال بروسيسورنج السنة الماضية لما كنت بتكلموا على فلترز مثلا في الـ Finite Impulse Response Filter أو Infinite Impulse Response Filter، كنت بتعتبروا إن الـ Inputs جاية لي ستريم، طيار من الـ Inputs جاي ورا بعضه، كل Clock Cycle جاي Input جديد، ومفيش فكرة كاشز ولا مستويات تخزين زي ما احنا بنتكلم في General Purpose Processors. فالـ Digital Signal Processors أيسر فيها موضوع الـ VLIW لأن مفيش كاشن وغالب ومفيش مشاكل تغير الامبلمنتيشنز. بعض الشركات حاولت تتغلب على بعض هذه المشاكل، في شركه مثلا اسمها ترانسميتا حاولت انها تدعم الكومبايلر كان مصممها يكون ينفع مع الامبلمنتيشن القديم، هاردوير الامبلمنتيشن في الامبلمنتيشن الجديده في الهاردوير، اترجم الحاجات اللي كانت موجوده من الكومبايلر القديم الى ما يلائم الامبلمنتيشن الجديد. ان احنا نعيد الترجمه اون ذا فلاي والدنيا شغاله في الهاردوير، ده اللي حاولته شركه ترانسميتا، ولكن لم يفلح تجاريا جدا وكان مكلف. الشركه بما ان الريل امبلمنتيشنز ار نوت ايديال، فزي ما البس منك كده كان حاسس المثال المصري الشهير الحلو ما يكملش. البي لاي دبليو فكره حلوه، بتاع الهاردوير ده كان اخيرا ابتدى يقول اخيرا في حد هيساعدني، وبتوع السوفت وير هيشيل الحمل كله وانا ارتاح. لا، ما زال لازم يكون في ديبندنس تشيكس تتم في الهاردوير. لو بنتكلم على جنرال بيربس بروسيسورز لازم هو يعمل شغل عليه في الهاردوير. طيب الشركه تسميتها اللي فكره وفشلت، كانوا لما غيروا الامبلمنتيشن في الهاردوير خلوا الهاردوير الجديد ده يستقبل السوفت وير القديم ويعيد ترجمته بحيث انه يلائم الهاردوير الجديد، الهاردوير يعيد الترجمه في الهاردوير، فعمليه معقده شويه. يعني انت لما اشتريتي البرامج القديمه بتاعتي، جبت السورس كود بتاع ويندوز، السورس كود بتاع لينكس، السورس كود بتاع الوورد، السورس كود بتاع الويب براوزر اللي بتستخدميه، وعملت لهم كومباليشن عشان يشتغلوا على الكود دي. لا انا مش كل مجموعه بردي دي، ممكن انا السكور القديم اشتغل على الهاردوير الجديد. وبالعكس بنهتم جدا ان احنا الهاردوير الجديد يبقى كومباتبل متوائم متوافق مع السوفت وير القديم. دكتور انا مش فاهم الـ VILW
علاقه في ان انا بربط اربع انستراكشنز مع بعض، لان هو السوفت وير بيساعدني يعني. هو السوفت وير هو اللي حط كل الاندبندنت انستراكشن سوا عشان تقدر تشغلهم على البايب لاين بتاعتك بدون ما تفكر. طيب دي نقطه فعلا احنا عايزين نفكر فيها. البيور بي ال اي دبليو كان بيعتبر ان السوفت وير هو اللي هيختار الترتيب، هو اللي هيختار السكيدجول الترتيب بتاعه، وهو برضو لانه عارف طول الاكسكيوشن يونتس بتاعت كام بوك سايكل بتاعت البايب لاين، هو اللي هيبعدهم عن بعض ما يبعد اللاحق اللي محتاج النتيجه عن السابق اللي بينتج النتيجه بعدد من الانستراكشنز ما بينهم، بحيث ان اللاحق ده لما يوصل للبايب لاين يقدر يشتغل مباشره، ويبقى البايب لاين مش محتاجه تفكر في لا السكيدجولينج ولا الايشيو بينه وبين التوقيت بتاع البدء الكبير. فده كان الكلام ده بيور بي ال اي دبليو. في الان اوردر سوبر سكيلر اللي تعاملنا معاه المحاضره الماضيه كنا بنعتبر ان السوفت وير هو المسؤول عن الترتيب، هو المسؤول عن السكيلر، والهارد وير هو اللي بيعمل ديفندنس تشيكس، وعلى اساس هذه الاعتماديات بين الانستراكشنز يبتدي يقرر الانستراكشن اللاحقه دي معتمده على حاجه في الانستراكشن السابقه، يبقى لازم تتاخر تنتظرها وما تبديش دلوقتي. فوقت البدء كان الهاردوير هو اللي بيحدده. فالان اوردر سوبر سكيلر كان السكيدجول بيحدده السوفت وير، هو اللي بيحدد ترتيب الحياه في البرنامج وانها هتنفذ بهذا الترتيب، انما الهاردوير هو اللي بيحدد وقت البدء هتبتدي امتى، فهيأخرها وكان اللي وراها هيفضلوا متاخرين وراها. في اللي بنتكلم عليه النهارده اوت اوف اوردر، اللي بيحدد الترتيب مين اللي هتبتديه باي ترتيب هو الهاردوير، ووقت البدء اللي بيحدده برضه الهاردوير. طبعا الاعقد هو الاوت اوف اوردر اللي هو موجود في هذا اللابتوب، موجود في اغلب الاجهزه اللي انتم بتستخدموها معاها. زملائنا برضه كانوا بيناقشوني من شويه على طب السوفت وير بيساعدني وانا في الهاردوير بعمل حاجه، هل لازم ان احنا فعلا قدر الامكان لازم يكون في تعاون جيد ما بين حضرتك وزملائنا في الدور السابع في المبنى اللي جنبنا في قسم التسليمات اللي بيعملوا كومبايلرز، وبقيه المجموعه هنا اللي بتعمل الهاردوير، بين اللي ممكن يتم في السوفت وير ويحسن ان هو يتم في السوفت وير نعمله في السوفت وير، واللي ممكن ان هو يتم في الهاردوير ويفضل ان هو يتم في الهاردوير نعمله في الهاردوير، ويكون تجاوب اكثر في الموضوع. فهتلاحظوا هنا في السلايد دي هحط لكم عده حاجات ممكن تعمل كومبايلر وحاجات لايرون نفسها، نفس الخمس حاجات ممكن تعمل في الهاردوير. هتلاقوا في بعضهم جنبه علامة موجب أخضر، بعضهم جنبه علامة سالب أحمر. الإيجابيات بتاعت إن إحنا نعملها في السوفت وير هي اللي بتوافق السلبيات في الهارد وير، وبالعكس إيجابيات الهارد وير هي اللي هي سلبيات السوفت وير. فإحنا لو كملنا من ناحيتين مع بعض هنستفيد أكثر. فهنلاحظ كمثال من الإيجابيات إن إحنا نعمل حاجة في السوفت وير اللارج سكوب. كومبايلر بيترجم البرنامج كله الى برنامج مناظر بالماشين انستراكشنز، فقادر ان هو يشوف كل الانستراكشنز اللي عندي، يشوف في اي احتمال بينهم، في اي ديبندنسي بينهم، ويعيد الترتيب على مستوى البرنامج كله. بينما الديكودر الغلبان اللي في الهاردوير كان كل اللي قادر يشوفه من بفر ده اللي فيه مثلا 8 انستراكشنز، ما يقدرش يشوف البرنامج كله. وبالتالي من ميزات الكومبايلر اللارج سكوب. الله عزم في الهاردوير من العيوب الفاينايت ريسورسز وبفر انستراكشنز. ما اقدرش اجيب كل البرنامج، انا لازم اجيب كميه وحيده. طيب من الميزات في الكومبايلرز طبعا ان انا اقدر اتشيك الديبندنسز اكثر في الكومبايلرز وارتب، ده ييسر عمل الهاردوير، وده الحلم اللي حضرتك كنت بتحلم بيه ان انت ما يبقاش عندك الاحتياجات دي كلها. لو هنعمل كل الديبندنس تشيكس في الهاردوير يبقى ده كومبليكيتس الهاردوير، بيؤدي الى كومبليكيتد الهاردوير. طبعا لما يبقى الهاردوير عندي اعقد يبقى التاكد اولا وقت التصميم بتاعه بيبقى اطول، ثانيا التاكد من صحه التصميم الفيريفيكيشن بتاعته هتبقى اعقد، وقد يحدث فيه مشاكل وينتج وينزل في السوق
وبعد ما ابيعه في السوق اكتشف ان انا محتاج اسحبه من السوق. حد سمع عن منتج قريبا هنا ابتدى يسحب من السوق؟ شركه كبيره زي سامسونج وما زالت مضطره تسحب من السوق وخسرت ملايين في العمليه دي. فلو طلعت عندك مشكله في الهاردوير ولم تكتشف اثناء الفيريفيكيشن والهاردوير ده نزل للسوق وبعد ما بقى في ملايين منه في السوق مشكله ظهرت مرات تخسر مليارات. فدي مشكله كبيره لازم تراعيها. وقد طبعا يؤدي تعقيد الهاردوير ده الى ان انت ما تقدرش تشتغل بكفاءه عاليه بسرعه عاليه تقدر يحصل لك مشكله. فدي ايجابيات من ان احنا نعمل حاجه في السوفت وير وفي المقابل هي سلبيات ان احنا نعملها في الهاردوير. طيب في ايجابيات بالعكس. لو احنا نتذكر كده اللي كنا بنقول عليه في البرانش بريدكشن في المحاضرتين كنا بنعمله ساعتها ان احنا بنبص على البرانش اثناء الرننج كل ما مر عليها مره ثانيه احاول اشوف اللي حصل فيها كانت تيكن ولا نوت تيكن واعد عدد المرات التيكن ونوت تيكن بحيث ان انا مع الوقت اقدر اكون احصائيات عنها تفيدني في ان انا اعمل بريدكشن لها. وبناء على توقعي ده كان ممكن اعمل سبيكيليشن. طيب الكلام ده سهل ان انا افكر فيه في الهاردوير وانا بشغل البرنامج فعلا وبمر على البرانش دي على حسب الانبوتس اللي جت البرانش دي هتتصرف تبقى تيكن ولا نوت تيكن هقدر مع الوقت اعمل عليها احصائيات. وبناء على هذا التوقع هقدر اعمل سبيكيليشن. نلاحظ ان في فارق ما بين كلمه بريدكشن ومن كلمة speculation. البريدكشن توقع. speculation عمل بناء على هذا التوقع. يعني لو زميلتي هنا مثلا متوقعة ان السلايد دي المعلومات اللي فيها هتيجي في امتحان. وقالت لكم جميعا التوقع ده. قال لي دليلي كده قال لي البتاعة دي هتيجي في امتحان. نمت امبارح وشفتها في الرؤية ودي جاية في امتحان. كويس. حضراتكم قعدت بقى قدام السلايد دي 10 ساعات طيروا اللي فيها حرف حرف حفظوها وسبتوا بايد المنهج. جيتوا بكره في الامتحان لقيتوها الاول يعني خير الحمد لله الدنيا ماشيه يبقى كده كويس وزي الفل وبعد كده الله يكرمك هنيمك مش فاكر بتشوفيها او ما لقيتوهاش تبقى مسافه كبيره وساعتها الريكفري انك ترجع تصلح خطتك من المسائل دي. السبيكيليشن انت اشتغلت بناء على التوقع. كان ممكن جدا هي تقول لكم انا متوقع السلايد دي هي اللي هتيجي مش في حاجه غيرها. انا سمعت الكلام ده وبرضه تذاكر المنهج كله. وتيجي في الامتحان بكره جت خير وبركه انا ذاكرتها. ما جاتش في حاجه ثانيه مفيش مشكله انا ذاكرت كل حاجه برضه. ففي فارق ما بين انك تتوقع وانك تعمل بناء على هذا التوقع. في البرانش بريدكشن اللي احنا كنا اتكلمنا عليه كنا بنعمل بريدكشن ثم بناء على البريدكشن بنعمل سبيكيليشن بنشتغل بناء على غلبه الظن اللي عندنا على الراجح بناء على الراجح عندنا بنشتغل وبنحاول ننفذ. الكلام ده صعب ان احنا نفكر هنعمله ازاي في الكومبايلر لانه بيتم ساعه ما انا شغال في البرنامج بناء على الانبوتس اللي جايه لي. طب الكومبايلر كل اللي عمله بص على الكود الاصلي اللي بتكتبه الهاي ليفل لانجوج ترجمه الى ماشين انستراكشنز عنده انبوتس ما عندوش انبوتس. طب ممكن حد يبتدي يفكر يقول لي طب انا هجرب بعد ما عملت كومبيليشن بعد ما عملت الترجمه دي لو كانت بعض الانبوتس اللي كتبتها على البرنامج كان اعمل تحليل كده البرانش دي هيحصل فيها ايه ثم لو انبوتس اخرى البرانش هيحصل فيها ايه ثم لو انبوتس ثالثه البرانش هيحصل فيها ايه. وبناء على ذلك ابتدي اكون ستاتستكس عشان يبقى عندي توقعات البرانش دي هيحصل فيها ايه. وارد بس دي عمليه معقده انك تقعد تعملها في الكومبايلر هذا الشكل. ومش هتغطي كل الاحتمالات بتاعت الانبوتس اللي ممكن تحصل ساعه الرننج فعلا لان الانبوتس ساعه الرننج بتختلف من يوزر للاخر. هل حضراتكم جميعا بتستخدموا المحمول بتاعكم نفس الاستخدام ده؟ دلوقتي حالا الاستخدامات بتاعتكم لمثل دي الاجهزه غير استخدام زميلنا دلوقتي حالا لهذا الجهاز.
وبالتالي اليوزرز المختلفة بتاخد انبوتس مختلفة على البرامج المختلفة الموجودة على الأجهزة معاك. الكومبايلر مش هقعد يجرب كل الانبوتس المحتملة. إنما الأيسر جدا إن أثناء ما أنا بشغل فعلا على انبوتس محددة أعمل بريدكشن بناء على الانبوتس اللي عندي. وبالتالي بالنسبة للكومبايلر لو برانش بريدكشن أكيورسي ممكن يحاول يعملها بس الدقة في حياته تكون ضعيفة. بينما في الهاردوير هتبقى عندنا بيتر برانش بريدكشن أكيورسي. وطبعا لو حاولت ان انا هنا اعمل نوع من الاسبيجريشن اقول والله شكل البرانش دي الراجح انها هتخبز كده مش هتكمل كده، فوانا بترجم الكود احط مجموعه الانستركشنز دي بعد الكود الاصلي وما كملش الاتجاه الطبيعي واعيد ترتيب البرنامج والخبطه. وارد انك تعمل حاجه زي كده، ولكن عندها ان الريكفري تصليح الغلطة دي هيبقى عملية صعبة، فمن الصعب انك تنفذ الكلام ده وانت بتترجم، انما من الايسر انك تعمله في الهاردوير زي ما شفنا القدرة الماضية. كذلك ما عنديش وانا بعمل الكومباليشن دي ما عنديش معلومات كافية تدليني هو ساعة ما هشغل البرنامج الميموري ديليز هتبقى بقد ايه، هل هتبقى 1 كلوك سايكل ولا 10 ولا 100 ولا كام، ما اعرفش. الكلام ده هيبقى اوضح لما نتكلم عن ايه في الهاردوير ينفذها. وبالتالي اللي بيتم حقيقه ان الهاردوير قدر امكانه ينفذ الحاجات اللي فيها ايجابيات لهم، وزملائنا اللي بيعملوا كومبايلرز السوفت وير برضه ينفذوا الحاجات اللي فيها ايجابيات من ناحيتهم، والاثنين على بعض حضراتكم المستخدمين يستفيدوا. دي كمان سلايد هديه كده محو 100. احنا عندنا النهارده 2 محومين هم دول المحومين في المعنى كله عشان عارفين مواتش دي هدايا كتير. الهدية الثانية دي بيقول فيها ان زملائنا الدكتور السابع اللي عندنا في المبنى الثاني ده هم كمان عندهم حياة كتير يعملوها، مفيش حد احسن من حد، مش انتوا بتقولوا ان انتوا بتعرفوا تعملوا بايبانيك، فهم مثلا زملائنا في الميكانيكا عندهم برضه كتب انتاج من المصانع ويقدروا يعرفوا على طول نتائج عمال الترميم يقدروا يعملوا بايب لاين كتير. ايه اللي يمنع ان انا في السوفت وير اعمل بايب لاين؟ ما هوش حكمه على طول الهاردوير ازاي؟ ها؟ زميلنا ده انترستد وبالتالي بما ان هو انترستد خليه يراجع سطرين كده دوس هو ار انترستد كان ريد مور اباوت ذيس تكنيكس اند كومبليت ذا ابروش. جميل؟ فهم برضه يعملوا سوفت وير بايب لايننج ما هوش حكمه على حضرتك لو انت عاوز تفهم ازاي تفرع عندهم بيعملوا ازاي. قاعد التكنيكس الاخرى اللي بيفكروا فيها وبيعملوها وبتنفذ كل الكومبايلرز اللي انتوا بتستخدموها برضو حاجه اسمها لوب انرولينج. لو انا عندي لوب فيها 4 انستراكشنز وبعديها برانش وهتلف واللوب دي هتتكرر 100 مره، ايه رايكم ان انا كنت بدل ما اعملها كده 4 انستراكشنز وراها برانش خليها الف والبرانش دي ابقى عامل بيها بريدكشن وتسبب لي كنترول هازر، كنت بدل ما اخليها 4 انستراكشنز ورام برانش اكرر الجسم بتاع اللوب ده مرتين واخلي اللوب بدل ما تلف 100 مره اللوب الجديده اللي متكرر فيها مرتين دي تلف 50 مره بس. كده نسبه البرانشز في التنفيذ بتاع الكود هتقل لان احنا عندي برانش بعد 8 بدل ما كان عندي برانش بعد 4. فبصوره عامه لما نسبه البرانشز في البرنامج تقل يبقى نسبه الكنترول هازردز هتقل، احتياجي للبريدكشن والسبيكيليشن ولو غلطت هصلح غلطتي هتقل، ويبقى عندي احتمال اعلى ان الكود بتاعي يمشي بطريقه اسرع وطريقه سلسه. كذلك لما يبقى عندي 8 انستراكشنز جوه جسم اللوب يمكن ابقى قادر ان انا الاقي حاجات اندبندنت اكتر بحيث ان انا اقدر اشغلهم اوت اوف اوردر وتبقى العمليه اسرع. زمان انت بتقول الميس بريدكشن كان بيأخرني كلوك سايكل، وانا لو حطيت الانستراكشنز الثانيه دي انا بحتاج لهم فيتش عشان انفذهم. انت كنت كده كده هتنفذيهم وتعمل لهم الفيتش بتاعهم، ما تنسيش ان انت الاربعه دول كان وراهم البرانش، فخليني برضه افيتش الاربعه دول ثاني. احنا كنا هنعمل الاربعه في 100 مره، فال 400 دول كنت هعملهم دلوقتي هقول لك خليهم
8 في 50 مره برضه 400 واحده ما طلبناش. اي حد فيكم بقى مهتم انه يعرف شويه زياده الكلام ده بيتم ازاي يقرا في الكتاب. الحاجه الثالثه اللي موجوده بيعملوها برضه اسمها تريس سكادجولينج. التريس سكادجولينج ده هو الفكره اللي كنا دلوقتي الحاله اللي كنا فيها. ممكن ازاي ممكن وانا في السوفت وير اعمل سبيكيليشن ان انا استنتج او اتوقع البرانشز ممكن تمشي ازاي وبناء على البرانشز تمشي ازاي اعمل التريس اللي متوقع للبرانش دي هو ده اللي احطه ورا بعضه ولو طلع توقعي غلط ازاي استرجع واصلح غلطتي. هتقولوا لي ده صعب جدا يتم ومش مصدقين انه بيتم. اقدر اكتب لكم والله بيتم واللي مش مصدقني يقرا في الكتب دي او ياخد بعضه كده يطلع لحد دور السابع في المبنى اللي جنبنا يكلم الزملاء اللي في سنه رابعه ويدرسوا ماده الكومبايلرز هيقولوا الكلام ده تكنيكس متقدمه ما بندرسهاش في سنه رابعه بس سمعنا برضو انها بتتعمل. فانتوا الاثنين ادرسوها سوا بقى باذن الله تعالى ونفذوها. ماشي؟ وصلنا لفين النهارده؟ الحمد لله قدرنا بعد المرات الخمسه دي ان احنا نتعلم ان في حاجه اسمها فايف لاينز ولما ابتدينا نسرع الشغل بتاعنا ونزود الثروبوت بتاع الشغل باستخدام الفايف لاينز اكتشفنا ان احنا عندنا لونج انستراكشنز وعندنا انتربتس وعندنا مشاكل كثيره بس الحمد لله وفقنا ان احنا نشوف الحلول اللي بتتم ازاي. ثم لما ابتدينا نحل الحاجات دي ابتدينا شهيتنا نفتح شويه ممكن ما بلاش يبقى بايب لاين واحده ممكن نعمل مالتيبل بايب لاينز ولما عملنا مالتيبل بايب لاينز ابتدينا نفكر مش بس كده خلينا نفكر بقى ان احنا ممكن نشتغل ان اوردر ولا اوت اوف اوردر وتعلمنا عن الستاتيك والدايناميك سكيدولينج وان احنا نقدر نشتغل اوت اوف اوردر. بهذا يبقى احنا انهينا يعني الجزء بتاع البايب لاينز بصوره معقوله جدا هذا العام وفهمتوه بطريقه كويسه وقادرين ان انتوا دلوقتي تقراوا عنه اكثر او تفهموا اكثر الكور الواحد من احد البروسيسورز اللي بتتعاملوا معاه ممكن يكون ازاي. وقادرين كذلك على ان انتم تستخدموا فكره البايب لايننج دي في اي ديجيتال ديزاين اخر. يعني السنه القادمه في سنه رابعه مثلا او في المستقبل في العمل مش بس هتعملوا بايب لاين دي في البروسيسورز. زي ما احنا كده استقينا الافكار بتاعتنا من المخبز من ركوبكم من الاوتوبيسات من شوارعكم من التذكره في المترو من النهارده وانتوا واقفين قدام شؤون الطلاب بتعملوا ايه؟ الحاجات دي موجوده في الحياه تستخدم في البروسيسورز وممكن حضراتكم تستخدموها في اي ديزاين لاي ديجيتال سيستم في السنه القادمه او في السنوات القادمه من حياتكم. ما تحكروهاش على البروسيسورز فقط. لو بتعمل نتورك ممكن تعمل فيها بايب لاين. لو بتعمل امبيدد سيستم لو اوتوموتيف اندستري في السيارات ممكن يحصل فيه بايب لاين. انا شرحت لكم في حدود اللي بيتم من البروسيسورز بس الافكار دي مرنه بما يكفي ان احنا نعملها في تطبيقات كتير. المشاكل اللي قابلتنا من مصيره في البروسيسورز هي نفس المشاكل اللي كانت موجوده برضه في الحياه وبصينا على حلولها في الحياه وشفنا ازاي نحلها في البروسيسورز. وبالتالي انتوا ممكن تنقلوها برضه الى اي تطبيق اخر محتاجين تعملوه في السنوات القادمه تحلوها برضه. باذن الله احنا كده خلصنا اللي احنا عاوزينه السنه دي للبايب لاين. خمس محاضرات القادمه هنتكلم بقى على الميموري والتعامل مع الذاكره. حد عنده أي أسئلة؟ نراكم على خير الأسبوع القادم.